هذا اللي بتدور عليه؟ جيت أبلغك، أنا جهز كل شيء للسفر، كلها يومين ونمشي. تمام. تسافر معانا على حافلة ربيع ولا تمشي لوحدك؟ أنا أفضل السفر لوحدي، خلي كل شيء في وقته. مشهور مشهور، ليش تفعل هكذا؟ بإمكانك تروح يا معاذ، بعدين أقول لك إيش تعمل. مالك انصدمت أول ما شفت معاذ؟ ما توقعتهاش منك يا مكرم، لكن مثل ما تقول إحساس الأم. كنت تشتي تغدر بي وتلهف كل شيء؟ أنت فهمتني غلط. آه فهمتك أنا غلط. صح، أنت متفق أنت ودحان إنهم يأخذوا نص الكنز والنص الثاني تأخذه أنت، بعدها دحان يقتل الكل بما فيهم أنا. مشكلتك إنك ما عرفتيني، إني ما أرحم ولا أسامح. أنا ممكن أفهم أي شيء إلا أن أحد يعمل نفسه أفهم مني وأكبر مني. شيء تعرفي من أنا يا عزة؟ أنا جبار يا عزة، اللي دخلك ودخل الكل القرية هذه. أنا ما أحب الضعيف ولا الجبان يا معاذ. أنا قلت لك تتخلص من دحان الغبي عشان أوثق فيك. أنا جبار جبار.
عزة فرحتي يا بنتي؟ عزة عزة من في هنا؟